من مدينة القنيطرة. للا فاطمة صباح الخير. صباح النور للا فاطمة، وعربي غير كلمة ياك. كلام هو اختينا. طيب كلام مرحبا. يعجبني اختي نتحدث معاكم. احنا يا ربي اللي عالم وكل المستمعات من طبيعه الحال. تفضلي لالا فاطمه، غتوجد لنا اليوم واحد الباتي بالكبده وبالكركاع. الباتي بالكبده لما حنا كنعطيو اي هما كنعطيوش لي ديتاي كيفاش غتجي هاد الباتي. هاد الباتي تجي في المول ديال الكيك مثلا طويل، تجي فيه كوغون مدور مثلا، درنا انسلات نقدروا نقطعوا مربعات دوائر نديروا في لي سالاد، نقدروا نزينوا بهم لي بلا مثلا دجاج بصلصه بيضاء، مثلا الرفيسه غير على حساب الرفيسه حتى هي. ايوا حنايا كنزينوا الرفيسه بالكبده ديال الدجاج وكنديروا فيها الزعتر ومسخن وكنديروا باطي وكنقطعها دوائر. يعني هذا يصلح يعني وهي الخصوص زيني بها الاطباق ديال الضلعه مثلا محمرة، هي اما دير في السيليكونات يعني السيليكونات مثلا دوائر في مرضى، يعني لها الاختيار باش تجيب في الديكور زوينه. يعني في لي كنابي مالحين مثلا كنقطعو كنابي مثلا دوائر، كنكون درنا مول دوائر بحال 10 دراهم كنديرو بشويه المايونيز ولا بصلصه اي صلصه. الى ان شاء الله حلفني الحظ نقدر نعطي في هذوك الصلصات وشريدات باردين ان شاء الله، نقطعو دائره ديال الباتي وكنديروا عويد ديال هذا وكنزيدوا فيه شويه الكورنيشو طيب فرميجا سريزه زيتونه. هما راه كيتباعوا غاليين هاد لي باتي ديال لي كنابي ديال لي صالي، غير باش نوسع افكار السيدات باش ماشي غير يسمعوا وصفه ويعجزوا يديروا باش نقول لهم علاش كتلاق. اييه كناخذوا كميه الكبده نديروا مثلا واحد الرابعه، كنديروا بصله كبيره مشلده رقيقه، كنحكوا فيها واحد التويمه وكنديروا فيها مليحه وشويه البزار، وكنديروا فيها جمع وقت الزيت كنسوطيو هذيك البصله، كنحطوا البصله في المليحه بالتويمه، كنزيدوا عليها الكبده كنقطعها حتى مربعات كما كنتقطع وكنسوطيو كلشي. وكنخليوه يبرد، من كيبرد كنزيدوا فيه سمحي لي شويه البزار، واحد ربع كوزه محكوكه ونحركو ونخليو يشرب. كنديرو كلشي في الخلاط وكنديرو 50 غرام ديال الزبده بوماد ماشي دايبه، وكنطحنو كلشي وكنكونو سخنا واحد الحفنه الكركاع كبيره شويه، غير تسخن ماشي تحمر ماشي تحمر غير تسخن ونقطع بالموس ونخليو طروفا كبار مثلا على انصاب ولا على اربع، نقسمو الكركاع على طول على اربع باش في التقطاع تجينا زوينه. ناخذوا هذا الخليط اما نديرو في المول قلنا ديال الكاك كبير ولا دائري ونديرو شويه ونرشو الكركاع ونغطيو باش ما ينقطعو. درنا في المول صغار نديرو معلقه وشويه الكركاع، اللي ما بغاتش تخلط الكركاع من ديبا وتخوي في المول وديري في الثلاجه ماشي في الفران، يعني هو كلشي طايب. ديرو في الكونجيلاتور تغطي في الماء ليمونتيغ وتخليه. هاد الباطا تقطع تجمع في بواطه فيما تكون خارجه نزهه ولا غابه ولا بحر باش ولا ما دير داكشي اللي كيوسخ لي ديرو تحلها في الغسيل. تستعملوا لي صالي تستعملوا قلت زعما بزاف د الحوايج حيت الوقت ما كاينش اللي غنبقى نشرح. نعم تبارك الله عليك، شكرا. الصحة والراحة اختي. تبارك الله عليك لالا فاطمة وشكرا لك.